السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نعطيكم واحد المعلومات اللي راح تسمعوها أول مرة، وخاصة تخص هذه أنصار شبيبة القبائل. لماذا؟ لأننا اليوم رايحين للانتخابات، لانتخاب رئيس اتحادية جديد مع أعضاء مكتبه، وبالتالي علينا أن ننبه هذا الرئيس الجديد اللي ما نراش عارفين شكون اللي راح يكون. راه حديث يدور على بعض الأسماء، وصلتنا معلومات ولكن لحد الساعة حتى شي ما راهو مأكد. ولكن هذا الرئيس ننصحه مسبقا من الآن اللي راح يكون رئيس يوم 9 جوان، لأن كما تعرفوا المكتب الفيدرالي راه حدد تواريخ تاع الجمعية العامة العادية والاستثنائية والانتخابية. الرئيس الجديد للاتحادية اللي راح يكون بداية من 9 جوان نوجه له نصائح، ونوجه له نصيحة هامة جدا، نقول له حذاري ثم حذاري ثم حذاري من العداوة. ما يلزمش تكون عندك عداوة سواء مع كل أعضاء الجمعية العامة، سواء مع رؤساء الرابطات أو مع رؤساء الفرق، أو ما يلزمش تكون عندك معهم عداوة، لأن العداوة ما توصل حتى النتيجة. صح يلزم تكون صارم في العمل تاعك، اللي يغلط يخلص ويلزم يستعرف أمام الجميع، ولكن باش ننتقم من أجل الانتقام، ننتقم مثلا من رئيس فريق لأنني عندي مشكلة قديمة معاه، أو ننتقم من رئيس رابطة لأنني ما تفهمتش معاه في فترة ما، أو كانت عندي معاه خلافات قديمة أو المهم اليوم يلزم الرئيس الجديد يفتح صفحة بيضاء مع الجميع ويبدأ في العمل. نعود نولوا القضية لما ذكرت لكم شبيبة القبائل. تعرفوا بلي شبيبة القبائل معيشين مع المكتب الحالي على تعمارة، ولكن مع الاتحادية اللي قبل منها عانات الأمرين. تحقرت شبيبة القبائل كما تحقروا عدة فرق، وإن شاء الله بربي يكون عندنا وقت ونعود نوصل ونروح ونوصل لبقية الفرق. اليوم حبيت نهضر على شبيبة القبائل. شبيبة القبائل منذ حوالي تعرفوا يعني واش صرا لهم مع الاتحادية السابقة، ماشي مع هذه اللي راهي الآن، مع الاتحادية السابقة، وين تحقروا بزاف، لدرجة أن حتى دراهمهم اللي كانوا عند الاتحادية في وقت ما والشبيبة كانت في أزمة ما حبوش يعطوا لهم الدراهم تاعهم، لما كان الرئيس ملال وكان معها بن عبد الرحمن ما حبوش يعطوا لهم دراهمهم، لدرجة أن شبيبة القبائل كانوا راحين يحرموهم من المشاركة في كأس الكاف، وداروا المستحيل باش يحرموهم. إذا تتذكروا حتى الفرق اللي كانت وصلت للنصف النهائي على ما أعتقد كأس الجزائر، وكأس الجزائر أنا ذاك الموسم ما كملوهاش، قالوا نديروا لهم القرعة باش نخيروا فريق من الفرق اللي وصلوا للنصف النهائي هو اللي يروح لكأس الكاف وما تروح شبيبة القبائل. وكانوا وصلوا حتى قالوا باتحاد بالسكرة هي اللي تروح تشارك، وكان رئيس اتحاد بالسكرة يعني كان ناض ودار مشاكل وهدد بالانسحاب وقال بأنهم وعدوني، هما الصح وعدوه، ماشي وعدوه لأن شبيبة اتحاد بالسكرة كان يستهل المشاركة، ولكن وعدوه انتقاما من شبيبة القبائل. وتصوروا لماذا انتقموا من شبيبة القبائل؟ أمر تافه لأقصى درجة. شبيبة القبائل عندها حوالي 3 سنوات على ما أعتقد شاركت في كأس أفريقيا، وكانت تستقبل في ملعب بجاية، استقبلت 2 مقابلات، مرتين استقبلت في ملعب بجاية. كان من رئيس الاتحادية آنذاك ديدين يعني مع الصحفيين، وسألوه على شبيبة القبائل، قال لهم بأن ملعب تيزي وزو غير مؤهل، وشبيبة القبائل راح تواصل في ملعب خارج تيزي وزو في بجاية أو في ملعب أخرى،
المهم ماهيش راح تلعب وما نقدروا نديروا لهم حتى شيء. تسجيل الفيديو مازال موجود. قال لهم باللي ما نقدروا نديروا حتى حاجه شبيبه القبائل. جاء نسيم بن عبد الرحمن مع شريف ملال انذاك، قالوا كيفاش نديروا الحل، يعني اسكو نقدروا نصيبوا حل، ماذا بينا نلعبوا في تيزي وزو، يعني علاش حتى نلعبوا، هذه كانت قبل الكوفيد، قالوا لهم ماذا بينا نلعبوا في تيزي وزو. نسيم بن عبد الرحمن قال الملال، قال له واش رايك لو كان نشوفوا مع روراوا، يعني ما قري روراوا خرج من الكاف وخرج من الاتحاديه وراهو بعيد عليهم، ولكن قال له نحاولوا نشوفوا معاه بالك يشوفوا لنا يعني احبابه في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في الكاف، بالك يلقاو لنا حل. ملال عطى الضوء الاخضر لنسيم بن عبد الرحمن وقال له تقدر تشوف. نسيم بن عبد الرحمن اتصل بروراوا وحكى له القضيه، قال له يا ودي جات لجنه وما اهلوناش الملعب تاعنا ورانا نستقبلوا في بجايه، اذا تقدر تعاوننا يعني باش نلعبوا ونبداو نستقبلوا مستقبلا في الملعب تاعنا. روراوا قال له ما كاش مشكل، وتعرفوا روراوا عنده علاقات، هز التليفون عيط لاحمد احمد، استغفر الله، يعني قبل ما نلحقوا لهذه النقطه روراوا قال له ما كاش مشكل، انا مستعد نعاونكم ولكن عندي شرط واحد، ما تقولوش بان روراوا عاوننا، خلوها السر بيني وبينكم الى يوم الدين، ما تهدروش. اعطاو له وعد، يعني اليوم راه يعني متاكد كي راحين يسمعوا هذا الفيديو وراحين يتفاجئوا منين جاتني المعلومه. المهم وعدوه وقالوا له كون متهني، السر يبقى بيننا وبينك. روراوا هز التليفون عيط الصديق احمد احمد اللي كان رئيس الكاف، قال له راهي عندنا مشكله في ملعب تيزي وزو، كاين لجنه جات من عندكم وما اهلتش هذا الملعب، قال له ماذا بكم في اقرب وقت تاهلوا لنا هذا الملعب، يلزم شبيبه القبائل تلعب في الملعب تاعها. احمد تعرفوا علاقه طيبه تجمعوا مع روراوا، استدعى على الفور، استدعى تاع اللجنه تاع اهل الملاعب مع رئيس اللجنه وتفهم معاه وقال له يعني يلزم تاهلوا الملعب تاع تيزي وزو، وهما ثم خذوا قرار اهلوه الملعب تاع تيزي وزو ورسلوا للاتحاديه عندنا لافاف، قالوا لهم باللي جي اس كا تقدر ترسل في الافي ملعبها. واش يديروا الاتحاديه ما على بالهمش باللي روراوا هو اللي دخل في القضيه. الامين العام للاتحاديه انذاك اتصل بنسيم بن عبد الرحمن، قال له رانا فريناها لكم في لاكاف، بصحتكم راحين تبداو ترسلوا فيه في ملعب تيزي وزو. نسيم بن عبد الرحمن راهو عارف الفيلم، ولكن الامين العام للاتحاديه وديدين والجماعه تاعهم ما على بالهمش كيفاش صرات الامور. قال له يعطيك الصحه بن عبد الرحمن، قال الامين العام للاتحاديه، قال له يعطيكم الصحه اللي عاونتونا. يجي الامين العام بعد يوم او يومين يعاود يكلم نسيم بن عبد الرحمن، قال له ماذا بكم ترسلوا للصحافه اديروا رساله شكر وتقدير الخير الدين لانه هو اللي عاونكم في لاكاف، قال نشكروه على المجهودات اللي بذلها في الكاف ومنا باش اهلنا الملعب تاع تيزي وزو. اي نسيم دوكا ترى عارف الحقيقه، هما الاتحاديه ما راهمش عارفين كيفاش صارت تاهيل تاع ملعب تيزي وزو، ولكن نسيم على باله درك كيفاش السيد منا هو اللي اهل لنا الملعب وحنا نروحوا نشكروا ديدين، ما كاش منها هذه. نسيم بن عبد الرحمن رفض، ما حبش يدير هذه الرساله وما حبش يدير هذا التصريح للصحافه وين يشكر الاتحاديه سوا ديزون على حسابهم احنا اللي اهلنا لكم الملعب، باش يدير لهم رساله شكر. حاول معاه الامين العام كل مره يكلمه يقول له وين تديروا لنا هذه الرساله تاع الشكر اللي تشكروا فيها الاتحاديه والرئيس تاعها. اليوم غدوه الحق نهار نسيم بن عبد الرحمن قال له الرساله ما نديروهاش، خليها عاونتونا يعطيكم الصحه وانتهى الامر. هذا الشيء اللي كان سبب باش الاتحاديه حقد دافين على شبيبه القبائل، شربوا لهم المر كما نقولوا، دراهمهم كانوا في الاتحاديه ما حبوش يعطوهم لهم، داروا لهم عده مشاكل وخلصتها غاليه شبيبه القبائل. على هذا وكما تعرفون هلحقت الجمعيه العامه وين شبيبه القبائل كانوا فوطاو نو بول الحصيله الماليه، ضد الحصيله الماليه والادبيه، ضد الحصيلتين الماليه والادبيه كانوا ضد.
ما صدقوش. شوفوا يعني العداوة اللي تخلق من العدم، وين توصل هذه العداوة؟ على هذا أنا أعطيتكم اليوم المثال على شبة القبائل، وكاين فرق أخرى إن شاء الله راح نعطيكم عليها أمثلة. على هذا رئيس الاتحادية القادم نوجه له نداء من هذا المنبر، ونقول له إياك ثم إياك من الانتقام ومن الحقد ومن الكراهية، ومن يعني رد بالك، يلزم تكون كوريكت، دير كل الجميع سواسية أمام القانون، وعاون واش تقدر تعاون في إطار القانون، ما تربح عداوة الناس، ما تدير مشاكل مع الناس. هذا هو واش حبيت نقول لكم اليوم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.